بنسمع عن توزيعات الأرباح واتجاه الشركات إلى توزيعات أرباح للمساهمين أو حملة الأسهم لديها. أهمية توزيعات الأرباح وأنواعها وأثرها على المساهمين، معكم دكتور أحمد العطيفي، هنتكلم عنها ببساطة. توزيعات الأرباح، دائما الشركات المساهمة بتحصل على أموالها من المساهمين لتمويل مشروعاتها. إذن كل المساهمين اللي اشتروا هذه الأسهم هم مساهمين في هذه الشركة بغرض أن الشركة تكبر وتتعظم أصولها وتزيد هذه الثروة للشركة، وينعكس إيجابيا على نتائج الأعمال، والانعكاس الإيجابي على نتائج الأعمال هينعكس إيجابيا على الأرباح، وبالتالي هيتم تخصيص جزء من الأرباح لحملة الأسهم والمساهمين. هنا يبقى احنا نوصل ان توزيعات الارباح ممكن يكون ليها اكتر من شكل. اول شكل، بعض الشركات بتقوم بتوزيعات ارباحها عن طريق انها بتقدم نقدية الى المساهمين. يعني ايه؟ يعني انت بتبص تلاقي ان الشركة السنة دي، نقول حامل السهم او الشركة السنة دي حققت ربح، كل حامل سهم كسب مثلا جنيه او نصيبه من الارباح جنيه، هيتم توزيع هذا الجنيه او جزء منه الى المساهمين. دي اسمها التوزيعات النقدية او الكوبونات. واحيانا بيكون هذه الأرباح بيتم توزيعها عن طريق حاجة اسمها أسهم مجانية. يعني إيه الأسهم المجانية؟ الأسهم المجانية إن الشركة هتتم إصدار أسهم مجانية جديدة لحملة الأسهم. يعني أنا مثلاً معايا سهم، والشركة هتقول نصيبك من الأرباح إن أنت تاخد سهم مجاني تاني. طب ليه الشركة بتعمل كده أصلاً؟ الشركة بتتجه لهذا الأسلوب لأنها لما بتصدر أسهم مجانية فبالتالي هي محتاجة سيولة عشان ترفع رأس مالها، وبترفع رأس المال بغرض إنها عايزة تتوسع، وبغرض إنها عايزة تنمو، عايزة تشتري مصنع جديد، عايزة تشتري مكان جديد، عايزة تتوسع في أراضي جديدة، عايزة تنشأ فروع تانية. فهنا ديت الحالة الرئيسية لإصدار الأسهم المجانية. هنا يبقى توزيع الأرباح بالنسبة لنا عبارة عن إن إحنا حصلنا على سهم مجاني. في حالات استثنائية لتوزيعات الأرباح، بمعنى إن بغض النظر عن نتائج أعمال الشركة إنها حققت أرباح جيدة السنة دي، لكن ممكن حالات استثنائية إن الشركة باعت أصل من أصولها أو تخرجت من أحد الشركات التابعة ليها، فبالحالة ديت الشركة عملت جروس كبير جدا من بيع هذا الأصل، فبتعمل توزيعات استثنائية لحملة هذه الأسهم. المهم بقى الأثر على توزيعات الأرباح على المساهمين إيه هو وعلى اقتصاد الدولة عموما. دايما كل اللي بيستثمر يستثمروا في شركات بغرض ان هم يحققوا حاجتين، لا زياده في ارتفاع اسعار الاسهم او الحصول على التوزيعات النقديه. نتكلم على التوزيعات النقديه اللي هو موضوعنا، هو احد اشكال توزيعات الارباح. كل المساهمين او المؤسسات اللي بتحصل على هذه الارباح بيتم اعاده استثمارها مره اخرى. يعني ممكن تكون مؤسسه هي تملك حصه في مؤسسه اخرى، او بنك يملك حصه في مؤسسه اخرى، أو شركة تملك حصة في شركة أخرى، خدت من هو التوزيعات الأرباح، خدتها كاش، عملت إعادة استثمار ليها، فبالتالي انعكس إيجابيا ليها إنها حصل لها نمو، والنمو دوت هينعكس على إيرادات الدولة، والنمو دوت هينعكس على النمو الدائم لهذه الدولة. طيب بالنسبة للأفراد، توزيعات الأرباح مهمة ليهم ليه؟ دايما هتلاقي الافراد بيبقى عندهم اكتر من قناه استثماريه. اول قناه استثماريه بيفكروا فيها ان هم ممكن يستثمروا في اوعيه ادخاريه، يحطوا فلوسهم في البنك، وهنا بياخدوا من البنك العائد بتاع الشهادات او العائد بتاع التوفير. لكن في الاسهم هم بيحصلوا هنا على كوبونات، والكوبونات ديت متغيره. يعني السنه دي ممكن يبقى العائد على الكوبون ان هو يحصل على السهم 2 جنيه مثلا لكل سهم، او السنه الجايه يحصل 3 جنيه، السنه اللي بعديها رقم اقل او اكتر. كل العوائد ديت بتساعد الافراد على الانفاق، بتساعدهم ان هم يواجهوا التضخم. انا النهارده لما بكون بستثمر في شركه وانا فرد، وعارف ان كل سنه تقريبا هذه الشركه هيجي لي تقريبا رقم معين من الفلوس عشان اخدها في الانفاق بالنسبه لي، يبقى انا هوت الاستثمار بالنسبه لي من نصيبي في السهم الارباح انعقد عليا ايه ايجابيا. دايما حتى شركات الاستثمار الكبيره بتنوع المحفظه الاستثماريه لديها، يعني تشتري في شركات بيحصل توزيعات الارباح عندها مثلا كل 3 شهور، وفي شركات توزيعات الارباح عندها كل سنه، وفي شركات تتجه توزيعات الارباح عندها انها توزع اسهم مجانيه فقط. اذا هي منفعه كامله لكل الناس، سواء حصلت على سهم مجاني او سواء حصلت على كوبون نقدي في ايدك. وبكده اكون اتكلمت على توزيعات الارباح مع حضراتكم ببساطه.